بص القضية دي قضية شائكة ومهمة وملحة ومحتاجين إن المجتمع كله يتضافر عشان يشوف لها حل. أنا بلاقي إن الناس كتير أوي أو قوي بلاش ناس كتير أوي يعني في بعض الناس تتضايق لما بيحصل في كلام عن إنه بنقول يا جدعان خلي بالنا عشان إحنا عندنا مشكلة في السكان. يعني حضرتك بس وانت قاعد كده في البيت انت مخلف اتنين واخوك مخلف اربعة او حضرتك مخلفة تلاتة واختك مخلفة ستة هل تلاتة زي ستة هل انا بتكلم بقى على المواطن العادي المواطن العادي دلوقتي خلينا بتكلم بقى في الطبقة المتوسطة يعني هل ولدين او بنت وولد زي اربعة او خمسة وحضرك بقى زياده بقى احنا كل ما بنتكلم نتكلم في زياده نتكلم في زياده اعباء كل سنه بتزيد عبء يعني انت دلوقتي لما تيجي تتكلم في مصر عندنا 237 مولود كل ساعه عندي اربع مواليد كل دقيقه يعني انا بتكلم دلوقتي على على يعني وقت ما انا البرنامج البرنامج دلوقتي ساعتين 60 دقيقه الساعه يبقى دي 120 دقيقه في اربعه 480 مولود يعني البرنامج بتاعها هيخلص او البرنامج اللي انا فيه ده هيخلص يبقى انا عندي 480 مولود 287 زي ما بقول حضرتك كده مولود كل ساعه انا بتكلم يعني في, في يعني في الثانيه مولود في الثانيه مولود اه إن انك تتباهى وتتفاخر يعني وال والحاجات وتفتح صدرك بقى وانا عندي الولاد هيشلوني وبتاع زمان خلاف دلوقتي ولازم ناخد بالنا من ده ولازم تاخد بال حضرتك ان لما يكون عندك ولد او اتنين او بنت او اتنين وتعلمهم تعليم كويس وتبذل قصاره جهدك كلهم يكونوا كويسين مش زي اربعه ولا خمسه. بس ناخد بالنا من ده اصل ده مش عيب ومش عيب ان احنا نعيد وانا انا 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 بكلم حضرتك بمنتهى الامانه لانه إحنا شايفين ده قدامنا. وأنا مبسوط من زملائنا في الصحافة الحقيقة إنه يعني ال 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 عندي عندي الأخبار مثلا والوطن نهاية الأول الزيادة السكانية أمن قومي عاقب أمام التنمية وتجاوزها حقق الرفاهية المؤسسات الدينية استخدام وسائل تنظيم الأسرة حلال والإعلام والم... وأنا لسه جاي أتكلم على وسائل تنظيم الأسرة حلال ولا حرام؟ أنا لسه جاي أتكلم على ده ما الست كمان يعني الزوجة ما بتخلف اتنين مجهودها مش زي ثلاثة ولا أربعة صحتها مش زي ثلاثة ولا أربعة انا بتكلم بالبلدي انا بتكلم بالبلدي والله أنا النهارده و... و... وانا بتكلم في, ال... في السيدات العاملات العاملات في حقل ال... في الياسمين بسألها عند حضرتك قد ايه تقول عندي اتنين بالكتير أولي لما ألاقي حد عنده ثلاثة بقى في الثقافه دي عايزينها تستمر تغزو زمان كانوا لك انا عندي سته انا عندي سبعه انا عندي ثمان والله العظيم زي ما بقول لحضراتكم كده وقريب في ناس لحد وقت قريب في ناس حالتها الاقتصاديه تعبانه ومصمم يخلف ممكن يكون جايب بنات فعايز يجيب ولد او هو عنده مزاجه كده او بقى بقى واحد في العيله اخوه ولا ابن عمه ولا ابن خاله ولا عديله خلف ثلاثه وعايز يجيب الرابع او هو واحد في دماغه كده شايف انها لا ده ما اجيب كتير يوم ما يكبروا شويه يوم يبقوا العكاز بتاعي والسند فروح يشتغلوا في السوق سوق ايه اللي يشتغلوا فيه؟ ما السوق محتاج مهارات المهارات دي مش هتيجي حضرتك الا ما انت تسعى مع ابنك او بنتك انك تنميها ما المهارات دي يا بنتك هتشتغل ايه او ابنك هيشتغل ايه؟ هتسرحه في الشارع؟ لا طبعا. ما انت لازم زي ما لحضرتك محتاج بيئه. فأنت لازم تعلمه كويس. لأن النهارده لازم معاه لغة. النهارده لازم يبقى معاه أكتر من حاجة بتحس كده إن هو فرود قدامك. مش بتتكلم من فراغ، لأ. الواحد فرود كده بيتكلم في كذا حاجة. فالكلام عن الزيادة السكانية والكلام عن وضع السكان والكلام بتتكلم عن أنت عندك 122 ونص مليون هنبقى في آآ 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 2032 122.5 ونص مليون حسب التقديرات المتاحة قدامنا انت عندك يعني عشرة ونص مليون في أقل من سبع سنين عشرة ونص مليون شخص في أقل من سبع سنين أنا ما حضرتك ما تخلفش ربنا يدوك الصحة طول, طول العمر يعني بس خلونا كده يعني نفكر ونستوعب هذا الامر لانه الحقيقه في حاجات بتحصل قدامنا كده الواحد مش مستوعبها يعني انت حاله الحاله الاقتصاديه على مستوى العالم كلها صعبه انت حضرتك متجوز وقالك خمس ست سنين معاك ثلاثه ولا اربعه ليه؟ طب و... وانت حضرتك عامل حسابك مش عامل حساب زوجتك اللي يعني الولاده كتير دي بترهقها مش عامل حسابك في المساله دي زي النهارده الاخبار بكره اخبار افواه وأيراني بزياده السكريه مش عزوه غول يا سيدي عزوه كانت زمان دلوقتي انت معاك اتنين وتلاته حلوين قوي ده اتنين ده عظمه حك ولد ولا بنت ولا ولدين ولا بنتين ولا انت عايز ايه اكتر من واحد يقول لك يا بابا وواحد يقول لزوجتك يا ماما انت عايز ايه اكتر من كده معلش مع احترامه وتقديري يعني عايز ايه اكتر من كده حضرتك خد بقى الاتنين اللي عندك دول وعلمهم كويس وثقفهم كويس واعمل بيئه كويسه حسب المتاح قدامك انما ما اخلف اكتر من اتنين او اكتر من من من, او عدد كبير وبعدين اجي اقول انا مش لاقي اكل انا ظروف الاقتصاديه وحشه انا المرتب ما بيكفيش انا بشتغل شغلانتين انا بعمل اللي بيقول ده وهو عنده اتنين ولا تلاته مش زي اللي بيقول ده هو عنده شخص واحد او عنده طفل واحد انا مش بخوف حد والله ولا انا عارف ان الملف ده ملف شائك بس الحقيقه انا ساتر اسوي اتكلم فيه ما, يعني اه بيكون صريح يعني الصراحه برضو مطلوبه في الملفات الضخمه اللي زي دي في الملفات احنا ما, ما, ما بنقولش لك ما تخلفش بس خلي بالك المساحه المتاحه ليك واحد او اتنين حلو قوي قوي نعمه موردة من ربنا جالك التالت ده بقى اه اه اقفل بقى لكن هي مش 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 لازم عزوه فين؟ عزوه فين وعلى قد الحال؟ عزوه فين وانت عندك 400 مليار اه 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 او 10 تريليون تريليون جنيه انت بلدك انفقتها على البنيه التحتيه خلال السنوات الماضيه. زي نمر لحضرتك انت عندك عشرة ونص مليون واحد زادوا في ست سنين وثمان شهور. هتبقى 122 مليون في 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 2032 ما هو انت حضرتك بتعمل تنميه وبت وبت وبتحل مشاكل هتيجي في نفس الوقت هتلاقي ان عدد السكان بتاعك بيزيد وما بيزيدش بألف ولا 2000 ولا 3 زي ما حضرتك تاني بقول لك انت عندك الزياده 237 مولود كل ساعه مولود كل ثانيه اربع مواليد كل دقيقه ان نتباهى ونتفاخر وكل حاجه بس بالحقل بالحقل مش ب... مش بفتحه الصدر يعني فلازم ناخد بالنا من المساله دي المقبل على زواج و... وعايز يفتح بيت وعايز يفتح اسره وانا متاكد الحقيقه ان المساله دي بقت يعني في ناس كتير بقى بتاخد بالها منها انه بنرشد شويه فكره العزوه ما هو العزوه برضو لما يكون ابنك او بنتك متعلم و... واخد وضعه وفي وظيفه كويسه او في 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 مكان كويس والاخر وكده فاتمنى ان الامور دي تبقى مستقره عندهم